موضوع في دي واحدة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا بيقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ده بند أول. بند تاني ربنا سبحانه يوم القيامة بيوزن الحسنات ويوزن السيئات، لو رجحت الحسنات بحسنة واحدة الإنسان بيخش الجنة. فالنهاردة بنتكلم في قضية خطيرة جدا. أولا أنا برلماني 10 سنوات، وكنت زميل الأخ البدر اللي قاعد جنبك ده، في معارضين في المجلس كانوا معارضين رقصين لا يسمون ولا يغنوا من جوع، بيأكلوا على كل المواعيد. النهارده الاخ البدري ربنا يكرمه بيقول لك قابل السفير عند وزير العدل، والسفير بيقول لك تعال خد المليارات اللي سايبها حسن مبارك او الملايين اللي هو سابها حسن مبارك. انا مش عارف اللي كان كاذب او صادق. طيب بيقول لك بعد ما يخلص الحكم هو اتحكم على حسن مبارك، فين الملايين وفين المليارات؟ قد اختلف واتفق اللي كان هناك معارضين فعلا أقوياء، وقد اختلف وقد تختلف معي. أنا أتفق مع الأخ كريم في كل الكلام اللي قاله كله ما عدا جزئية أيمن نور. أيمن نور الحقيقة أنا قد اختلف معاه، ولكن كان معارض شريف قوي. ليه؟ لأنه ترشح ضد حسن مبارك في عهد حسن مبارك لما كان قوي. أيمن نور دخل السجن في عهد حسن مبارك. الأخ البدر فرجاني بيقول لك في عهد حسن مبارك كان مين يقدر يقول لحسن مبارك غلط؟ أمال أنت كنت نائب برلماني بتمثل الشعب إزاي؟ يبقى أنت كنت بتضحك على الناس. لكن أيمن نور ترشح صح واتحبس، وكانت بتجينا توجيهات احنا لاعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ما نزورش أيمن نور في سجنه. يبقى ده كان معارض حر شريف. انا عن نفسي كنت بزور أيمن نور في سجنه. حسن مبارك مواطن سواء له ما عليه وعليه ما عليه زي ما بيقول، ولكن حضرتك انا جزئيه واحده خلاص اخلص كلامي. ادي للاستاذ البدر حق الرد. اتفضل استاذ البدر. قال ايه بقى؟ بيقول انه انه كان في معارضه مستأنسه يعني ايام مبارك، وقال تعبير مش عايز اعيده، قال معارضه مستأنسه، وقال كمان انه ازاي تتغافلوا ما انجزه، احنا هنتحاسب يوم القيامه بالسيئات والحسنات، فلماذا لا تعملون مبارك في التاريخ بهذا الشكل؟ ايوه انت عارف كويس يا استاذ علاء، عارف كويس ان انا كنت بخوف الوزراء بالعفاريت وبهدد الحكومة هعمل لها عمل. انت عارف كويس انا كنت بعمل ده، وعارف كويس كنت باخد تأشيرات بالتهديد، يا عفريت يا هقرا عليك يا هربطك. انا يعني انت عارف كويس كنت انا بعمل ده في البرلمان، والبرلمان كله عارف احنا انا كنت معارضة مستأنسة. أكبر عدد من الاستجوابات اللي وجه للحكومة في تاريخ الحياة البرلمانية كان مني. عندك أمانة المجلس روح اسألها، وأنت كنت قاعد وأنت عارف كويس أوي كنت بتعمل إيه، وبلاش أزعل الناس بتوع المنيا، ما هم عارفين برضه، عارفين أكتر مني. الحاجة التاريخ يبدو بقى إن إحنا المنهج العلمي في كتابة التاريخ هو المنهج الفرعوني. مش المنهج السياسي ولا المنهج الإنساني، لا المنهج الفرعوني، خوف وخفرع ومنقرع، لكن الفراعنة ما فيش. وبالتالي يا أستاذ وائل احنا بنكتبه تاريخ ودرس للطلبة. الحالة النفسية اللي ماسكه الناس لمبارك دي نبع من ايه؟ امبارح وزير الكهرباء غلى الكهرباء، الناس قالت ولا يوم من ايامك يا مبارك، غلى الكهرباء بس، حتى العلاوة بتاعتنا اللي قبضناها راحت في فاتورة الكهرباء. الأداء اللي خاص بالحكومة وعدم إنجازها فعلا في تشغيل الشباب و بيعكس في جانب مبارك، هي ما مش فاهمين إيه اللي بيحصل. إن أنت بفكر الدولة سقطت منين؟ أبدا، ما كلهم قاعدين، حتى الهربانين بيرجعوا. ده صديق مبارك الشخصي دفع 5 مليار وبيرجع وخلاص. أضمني مبارك كام؟ هو التقييم عندكم يا ده يا ده؟ لا التاريخ مش كده يا استاذ وائل. طيب تعقيب اخير استاذ علاء اتفضل. يعني احنا بنشكر الاخونا البدر فرغلي، لكن هو بينسى لما كان بيشوف كمال الشاذلي بيجرى عليه، يشوف وزير بيجرى عليه، يشوف حكومه بيجرى عليه. كانت يا باشا معارضه راقصه، يعني باستثناء طبعا طلعت السادات الله يرحمه كان معارض قوي، ايمن نور قد نختلف معاه كان معارض قوي، ولكن احنا ما نحبش. ما خليها بقى، انا استخدمت لك تعبير معارضه مستانسه اللي هو التعبير الشائع. المعارضين الراقصين من التاريخ، اما حسن مبارك ما يتحذفش. شكرا يا عم وائل. طيب استاذ علاء الف شكر. الاستاذ محمود بعت لك عفريت النهارده.